السلام عليكم، ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده احنا في فيديو جديد مع بعض، وفيديو النهارده منظمات وافكار حديثه هتبهرك جدا، وفي نفس الوقت كمان مفيش اي غنى عنها ابدا في مطبخ اي واحده مننا. طبعا تقدري تتفرجي على كل المنتجات دي وتشوفي كمان ايه المهم بالنسبه لك وتقدري ان انت تشتريه. تعالوا مع بعض كده نكمل الفيديو زي ما تعودنا كل يوم. ما تنسوش طبعا دعمكم ليا هنا للقناه باحلى لايك والاشتراك فيها عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليوميه اللي انا بنزلها معاكم. وتعالوا نشوف كمان شكل المنظمات دي ايه، وكمان يا ترى عامله ازاي، وايه كمان الحاجات المهمه والضروريه اللي انت تقدري كمان تشتريها عندك وتوفريها عندك في البيت الفتره الجايه. مش هننكر طبعا ان معظمها فعلا حاجات قيمه جدا، وكمان الحاجات دي من اكتر الحاجات اللي بتفيد العرايس، يعني خصوصا بقى لو انت بتجهزي نفسك هتتجوزي الفتره الجايه تقدري طبعا تجهزي بيتك بكل المنتجات اللي احنا بنشوفها هنا. وطبعا الورق الحراري ده اللي كل الناس مبهوره بيه. تعالوا نشوف كمان برضو كده معظم المنظمات الصغيره. هتقولي كمان المنظمات دي مفيده لمين اكتر؟ المنظمات دي اغلبها مفيد اكتر لو انت مطبخك ضيق او صغير، بمعنى اصح تقدري تستغلي المساحات اللي موجوده عندك في البيت عشان توصلي لشكل منظم ومهندم زي اللي احنا بنشوفه في الفيديوهات. صدقيني الواحد بيشوف ساعات مطابخ صغيره جدا بس منظمه قوي. يعني لو انت عندك المطبخ بتاعك ضيق قوي تقدري طبعا تعملي جزء خاص كده بالتقفيلات من فوق لحد السقف فوق، يعني من الارض لفوق، وتقدري طبعا تقسميها من جوه زي ما انت عايزه، ورخامه كده اللي فوق طبعا المطبخ بتاعك والبوتاجاز يا دوب، وممكن التلاجه بتاعتك اي نعم طبعا ما تكونش في المطبخ، ممكن تحطيها مثلا في طرقه او كلام من ده، بس صدقيني طبعا هتحسي ان المطبخ بتاعك واسع خصوصا لو انت مقفلاه لحد السقف. طبعا دلوقتي معظم المطابخ بقت بتتقفل لحد السقف، وفعلا الحاجات دي بتفرق جدا معاكي. تنظيم بقى الادراج زي ما احنا بنشوف كده بالمنظمات الهايله دي فعلا بتوفر معاكي مساحه، وكمان برضو بتبقى مريحه للعين اكتر حاجه. عايزين اكيد برضو تعرفوا المنظمات دي موجودة فين؟ في محلات كتيرة ومولات كبيرة وعبارات كمان، وفي مواقع كتيرة جدا بتبيع كل المنتجات اللي احنا بنعرضها هنا. ومش هننكر كمان دلوقتي ان في بنات كتيرة قوي كمان عاملين جروبات بقى على السوشيال ميديا عامة، وبيبدأوا كمان يبيعوا المنتجات دي، ومعظمها كمان اسعارها بسيطة وكويسة جدا. تعالوا نشوف هنا كمان برضو مع بعض كده طقم التوابل ده، حتى كمان طقم الزيوت اللي موجود ورا معاه، وشكله شيك وفي نفس الوقت كمان شكله حلو جدا، ويعني حجمه صغير بالستاند بتاعه. نشوف هنا بقى دي طبعا بقى الناس اللي بتصطاد السمك او القراميط بمعنى اصح كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تقدري طبعا تحط بقى كبده فراخ او اي نوع او اي مثلا حاجه عندك، وبتبدا تدخل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا شكلها غريب شويه بس عامه طبعا الفكره برضو من الحاجات اللي بتعجب ناس كتيره جدا. نشوف برضو هنا كده منظم الرز ده شكله عامل ازاي، وفي نفس الوقت كمان في زي مصفى. انسي بقى كمان الشوال بتاع الرز بقى والحاجات القديمه بتاعت زمان اللي ما عادتش موجوده دلوقتي. طبعا الحاجات دي دلوقتي طبعا بقت منظمه اكتر وشكلها كمان عملي اكتر وفي نفس الوقت حلوه جدا. تعالوا هنا مع بعض كده نشوف دي عبارة عن ايه. البنوتة دي طبعا بيقولك عشان تمنعي ان اي حد ممكن يعرضك للسرقة، تحطي المفاتيح بتاعتك، موبايلك، اي حاجة خاصة بيكي بالعلاقة دي كده، وتكوني ضامنة نفسك. طبعا في ناس بقى في الزحمة الجامدة قوي طبعا ممكن تكون معرضة للسرقة، فانتي تفادي كل اللي بيحصل ده وحافظي على نفسك باللي احنا شايفينه. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده السكوتش او الجهاز الصغير اللي ممكن يكون معاكي في جيبك وتقدري تعملي البنوتة اللي احنا شايفينها دي. شوف هنا كمان برضو كده فوط المطبخ من اكتر الحاجات طبعا اللي بتتأثر معاكي. بتقولك هنا بقى كمان نوع الفوط ده حلو جدا، بيمتص اي نعم طبعا الاوساخ او المية، بس عامة في التنظيف يعني بيطرد الاوساخ من عليه بسهولة، وبيكون كمان تنظيفه سهل جدا. طبعا الفوط دي اشكال واحجام كتيره قوي زي اللي هنشوفها دلوقتي، شايفين برضو هنا احجام والوان كتيره قوي، ونفس الفكره برضو في التنظيف، البوتاجاز، الاسطح، الاوساخ كلها. وعامه طبعا بتقول لك النتيجه بتكون مرضيه جدا، شايفين يعني بشويه الميه بس قدرت تشيل كل الاوساخ اللي كانت ماسكه فيها. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده المنظمات، وكمان هنا الجهاز ده زي مصفى.
تقدري تحطي عليها الفوط، ونشوف برضو كده البنات بقى طبعا بالتوك والبنس والاطواق بتاعتهم اللي تبهر. وطبعا كل الاطفال بتحب التوك والحاجات دي كلها. شوف هنا كمان برضو كده شكل المنظم الصغير ده، شايفين طبعا بقى تقدري تحطي عليه التوابل بتاعتك، الصوصات، كل حاجه تخص المطبخ عندك. نشوف برضو هنا كده طبعا المنظم الصغير ده برضو كده خاص بالبقوليات، وتقدري طبعا تحطي فيه حاجات كتيرة جدا، وكمان بيحافظ عليكي او بيحافظ على الحاجة بتاعتك من الرطوبة، وبيمنع طبعا ان هي تسوس او تعفن معاكي بسرعة، خصوصا كمان ان البلاستيك بتاعها من نوع نظيف شوية. دي كمان كده بقى سبونش عشان تنظفي بيها البوتاجاز والاسطح عندك، فكرتها كمان حلوه قوي، وكمان هنا بتنظف طبعا الحلل بصوره كويسه. طبعا ده نفس برضو الستاند اللي احنا عرضناه من شويه بس باحجام وصور مختلفه. نشوف برضو هنا كده كمان الستاند بتاع الملابس ده، شايفين طبعا فكرته عامله ازاي، وفي نفس الوقت كمان عملي جدا. برضو بقى طبعا هنا توك البنات اللي عجبني هنا كمان برضو بقى كده التربو ده بشكله المنظم جدا وشكله كيوت، ممكن بقى تحطيه عندك في اوضه الاطفال زي ما انت عايزه. دي كمان برضو كده بقى السجاده او المشايه بتاعت الاطفال، مكان مخصص للعب بتاعهم، وفي نفس الوقت ما تقلقيش بقى ان الارض يجي عليها ميه ولا كده، لا يعني مريحه جدا كمان في التنظيف. شوف هنا كمان برضو كده بقى الحاجات الاكليريك وكمان ضد الكسر، فيها مصفى وطبق بلاستيك، ودي كمان برضو من الحاجات الخاصه بالعاب الاطفال اللي طبعا بينبهروا بيها، وكمان شكلها كيوت جدا. طبعا ده كمان منظم بقى صغير تقدري تستخدميه بكذا فكره مختلفه زي اللي احنا شايفينهم. تشوف برضو كمان كده بقى الجريل دي بتشوي عليها، تقلي عليها سمك، لحوم، جمبري، حاجات كتيره قوي زي اللي هي واضحه قدامنا دي، وفي الاخر كمان بتصفي من عليها زيوت، وكمان بتظبطي درجه الحراره زي ما انت حابه. تنفع طبعا بقى كمان في المصايف، في المشاوي، الحاجات دي كلها هتكون سهله جدا معاكي. نشوف هنا كمان برضو بقى الشنطة اللي بالحجم الصغير دي، شايفين، والمريلة دي كمان برضو عجبتني جدا، خصوصا ان فيها جيب من قدام، وتقدري كمان تمنع بقى ترسب المية على الهدوم بتاعتك، لا يعني بتكون محافظة على نفسك لفترة اطول يعني، وفي الجنبين كده زي فوطة، فالفكرة بتاعتها كمان حلوة قوي. دي كمان طبعا بقى كده الفرامة بتاعت التوابل اللي احنا شايفينها دي، بتحط فيها طبعا توم بقى، بصل، شطة، توابل في نفس الوقت كمان لو انت حابة تفرميها، من الحاجات برضو العملية جدا. شايفين طبعا بقى المنظمات بالمصافي بتاعتها، المنظمات طبعا عالم كبير ما بيخلصش ابدا، كل يوم بنشوف منظمات جديدة، كل يوم طبعا صور والوان واشكال كتيرة جدا ليها. شوف برضو كمان بقى كده الجردل بالشرشوبة اللي طالع جديد، وكل الناس كمان عاجبهم جدا ده، خصوصا ان هو بيعصر المية لأقصى درجة زي اللي احنا شايفينها دي دلوقتي مع بعض. تعالوا هنا كمان كده نشوف برضو المساكة دي، طبعا تحمري بيها حاجات، تقلي بيها السمك زي ما انت عايزة، وكمان فكرتها وشكلها كيوت جدا. نشوف برضو كمان كده بقى الصندوق ده اللي انت ممكن تعبي فيه حاجات كتيرة لو انت مسافرة من مكان لمكان، وطبعا فيك منه كمان صناديق بتحتفظ جوه معاكي بدرجة الحرارة لو هي باردة او سخنة معاكي حسب ما انت حابة. نشوف هنا كمان طبعا بقى دي من الناس اللي دايما بتشتكي ان الشباك بتاعهم يعني بيظهر كل حاجة للجيران، فيعني دي من الحاجات برضو العملية جدا. هسيبكم كمان دلوقتي بقى تكملوا الفيديو وتشوفوا المروحة اللي شبه الساعة، وكمان المصفى بتاعت الحمام. اتمنى طبعا فيديو النهاردة يكون عجبكم، واتمنى كمان اللايكات ودعمكم ليا هنا للقناة والاشتراك فيها عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اليومية. اشوفكم ان شاء الله على خير بكرة في فيديو جديد، ومع السلامة.